عمرك سمعتي بلا كوت مرض النقرس؟ لا عطينا سيدي دقيقة واحدة واجي تفهم معانا. هو واحد المرض السبب ديالو هو ظهور او ترسب واحد البلورات لي كريستوديو دو صوديوم او واحد البلورات ديال الصوديوم ما بين عظام المفاصل ديالنا. كما كتشوفوا ها هو الترسب ديال لي كريستو ما بين عظام المفاصل، في غالب الاحيان تيجي في الصبع الكبير. ديال ظهور هاد البلورات هو التواجد ديال لاسيد اوريك او الحمض اليوريك بكميات كبيره في الدم ديالنا. لاسيد اوريك تيجي بالاساس من التغذيه ومن لو مود دو في ديالنا. لا ماجوريتي ديال لي باسيون لي كيجيو كيكونوا رجال ما بين 30 و 50 سنه، تيكونوا كيستهلكوا اللحوم بزاف، تيستهلكوا الكحول اولا كيعانيو من السمنه او زياده في الوزن. كريز ايغو ديال هاد مرض النقرس تجي في غالب الاحيان في النصف ديال الليل، كتبدا بالحريق كيكون مجهد، في غالب الاحيان تيكون في الصبع الكبير ديال الرجل، بالانزعاج، بالسخانه، بعدم القدره على النوم. تحمي راسك من مرض النقرس شنو خصك دير؟ ممارسة الرياضة وبطبيعة الحال نلبسو أحذية رياضية تكون الرجل ديالنا فيها مرتاحة وما تكونش مزيرة على سبع عند الرجلين ديالنا، والحمية الغذائية اللي تكون ناقصة من اللحوم. دقيقتنا سالات، شوف قريب.